قهوة زينة قوي. شاي 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 بص بقى انت شوف النوتة بتاعت كمان انت من اول تحت انا الحمد لله عربيتي جايبة من شهر 4 اللي فات مفيهاش اي حاجة خالص. لا ده غير بتاعتك طب افتح لما هو بيقول لي ايه الترمبة هتتسرق كأن واحد ماسك من الاربع عمال هو كده كل مره بقول عليهم بلد بتطلع عربيه كما ايه لا انا واثق في عربيتي ولله الحمد واثق في الامكانيات الصينيه مخصوص بقى خلي بالك العربيه عشان اجيب حزوم ولا والله لا انا مش بكش في ال 11 جيت بقى غير بصراحه عيب واحد اللي هو الدنيا انا لما غيرت البطاريه كشفت على الدينامو قال لي الدينامو بتاعك احسن من 100,000 عربيه ايه رايك اللي انت بتشتكيلي وتقولي الدينامو هيبوظ كان مشكله دينامو كان الركبه كانت بايشه من قدام قال لي الركبه مش بايشه ولا حاجه قلت له خليك عشان يرسل بسرعه عماد يكتر عليا الدينامو كان في جميع موديلات البراند 2010 كلها بدايتها فالمهم دي مشكله قائمه النهارده لما غزل كلها بتشبه الكلفه تحت الحكومات جوه البلد برضه ماشي 80 ولا حاجه جوه البلد كلها عشان تاكسي جه قدامي وراح جاي واقف بيركب انا شايفهم ايه واقف هنا طب عشان صورك انا هجيب الحمل طب خليك انا اجيبه لك انت حظك واحد عارف ايه يا استاذ عماد والله عارف ايه انا هقول لك بقى اللي انا شفته بس ابن خالد وفلان عندنا يقول لك ايه تعرف فلان اه بس 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 لقيت نفسي في وشي جاي في وش العربيات في المخالف جاي مكمل تاني قلت هخبط فيه جنب جنب يبقى كده خلاص الحمد لله راح جاي اليمين عندي خبط فيه ورا العربيه بقى نفس الصوره الكبيره بتاع المحل من ورا الفلوس بتاعه ده كان جوه في الشنطه وانا عندي بعد الخطه دي بقى كده الواد جوه الخطه كده كمان هجيب لك اه هنعمل بيها ايه دي؟ لا ما تقلقش I'm not going to do it.